نرحب فيكم الليلة مع لقاء في أحد ملتقيات التقدمي. نستهل لقاءنا بمقدمة بسيطة عن موضوع اللقاء اليوم. بات من المؤكد وضروري أن نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر المختلف حاجة أساسية وملحة يجب زرعها في نفوس وعقول الجيل النشء، لأنها تساهم بشكل فعال في خلق جيل واع قادر على تحمل أعباء المسؤولية وقيادة المرحلة القادمة بشكل إيجابي وسليم، لأن مثل هذه الثقافة تشكل ترسيخاً قوياً لمعالم الوحدة الوطنية التي ينبغي بناؤها على أساس من الثقة وبعيداً عن الهواجس وحسابات الربح والخسارة، وأن الحوار والتواصل دائماً وأبداً هو الطريق الصحيح لحل كافة القضايا العالقة، وهو البديل الصحيح عن فرض الرأي بالقوة. وبالحوار نحافظ على التواصل والمحبة والسلام، ونعمق معاني الديمقراطية والتعاون. ولا يكفي لنجاح الحوار مجرد الدعوة إليه دون اتخاذ خطوات عملية تترجم ما اتفق عليه من قبل الأطراف المتحاورة على أرض الواقع وتنمي الثقة بين المتحاورين. إن المجتمع المتجانس ثقافياً يتمتع بقوة مميزة خاصة به، ويخلق مناخاً تشترك فيه الثقافات المختلفة لحوار مثمر يعود بالنفع على الجميع. في ثقافة الحوار يجب أن نؤمن ونعترف بوجود الآخر. لسنا وحدنا في هذه الدنيا، وإنما هناك آخرون غيرنا، ونحن لنا رأي والآخرون قد يكون لهم رأي آخر، ومن حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه. هكذا تقول كل المواثيق الدولية وكل الدساتير في البلاد التي فيها دساتير حقيقية وليست مجرد نصوص جامدة. حيث عندما يتقيب ثقافة الحوار فإننا نعرف كيف نتخاصم ونتشاتم، بل ويهدر بعضنا دم الآخر، وهذه أصعب صور التخلف وأقبحها. في هذا الموضوع يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتورة أنيسة فخرو، وهي غنية عن التعريف، ولكن لابد لنا كما جرت العادة أن نسرد لمحطات رئيسية من سيرتها الذاتية. الدكتورة أنيسة فخرو لها تاريخ طويل في مجال العمل الاجتماعي والثقافي والتطوعي، قدمت من خلاله بعض المساهمات في خدمة الوطن والمجتمع. طبعا هي أول مرشحة برلمانية عن محافظة المحرق في أول انتخابات نيابية في مملكة البحرين اللي جرت في عام 2002. إصدار 17 كتاب وأكثر من 40 دراسة. أول من كتب في مجال الطفولة، مؤسسة ورئاسة اللجنة النسائية في جمعية البحرين الخيرية في عام 93، رئيسة جمعية أوال، وتأسيس لجنة الأرامل والمطلقات في عام 86، عضو مؤسس في اللجنة الاستشارية الأولى لهيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام الأسبق طارق المؤيد، حائزة على جائزة العمل التطوعي عام 95، تأسيس مشروع التكافل العربي الأسري مع الشعب الفلسطيني عام 2001. لها الكثير من الإصدارات، الكتب الصادرة، يعني هي تحرص على أن نتعرف على إصداراتها، وأعتقد أن لابد أن نحن اطلعنا على الكثير منها، مثل تعليم الطفولة، واقع رياض الأطفال في 87، مظاهر العملية الإبداعية في تجربة الكتابة الأدبية بالبحرين، الثقافة والتعليم، التفوق والإبداع،
عام 97 اختلاج الروح ما بين السر والبوح، نصوص أدبية شعر في عام 2001. في 2005 قدمت الشباب هم المستقبل والأمل، قضايا تربوية، التربية والإبداع، سلسلة ضوء، ضوء النفس، قضايا ثقافية، الثقافة والإبداع، سلسلة ضوء، ضوء الروح، قضايا اجتماعية، سلسلة ضوء ثلاثة، ضوء القلب، رسائل حب مبتورة، ديوان شعر مترجم إلى اللغة الإنجليزية في عام 2006، حزاوي أمي شيخة، أحلام الطفولة، قصص وحكايات من التراث الشعبي، أدب، أربع كتب، جزئين أول والثاني في 2006، والجزء الثالث في 2009، والجزء الرابع في 2010. العشب والرياح العاتية، قضايا سياسية، سلسلة ضوء، ضوء العقل، 2008، تجليات، نصوص أدبية، شعر مترجم إلى اللغة الإنجليزية، عين الحب، رواية، 2011، حزاوي بحرينية، قصص من التراث الشعبي في عام 2014. طبعا الكثير من الدراسات الغنية والمتنوعة في جميع المجالات، في المرأة والعمل النسائي والتفوق والإبداع والتربية والتعليم وطلب الموهوبين وتجارب دول المشرق العربي في رعاية الموهوبين، وكتب أدبية وثقافية، تأثير العولمة على ثقافة الأسرة البحرينية. يعني طبعا المجال لا يتسع لأن نسرد الكثير من سيرتها الغنية، نكتفي بذلك ونعطيها الفرصة لتبدي وجهة نظرها في موضوع اللقاء اليوم اللي هو الرأي والرأي الآخر، ثقافة الرأي والرأي الآخر. تتفضل الدكتورة أنيسة. أنا والآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالشكر إلى مقدمة المحاضرة، بالشكر الجزيل أختي العزيزة إيمان شويطر، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية المنبر على دعوتها الكريمة، وبالتحديد إلى أخي الأستاذ خليل يوسف. أشكر لكم جميعا هذا الحضور المتميز، وطبعا أنتم كلكم فطاحل في الثقافة، وأنا يعني أتعلم منكم وأتمنى أن أستفيد من مقترحاتكم وآرائكم. الورقة المقدمة بعنوان المثقف بين الأنا والآخر. ما هي الثقافة؟ من هو المثقف؟ ما دوره في المجتمع؟ وكيف يمكن أن يخلق التوازن بين الأنا والآخر؟ الورقة مكونة من سبع محاور. المحور الأول مفهوم الثقافة، ثم تعريف المثقف، أنواع المثقفين، دور المثقف، أسئلة مفتوحة، المعوقات التي تواجه المثقف، وأخيرا التحديات أمام المثقف. أولا مفهوم الثقافة، هناك مئات التعريفات لمفهوم الثقافة، وفي المنجد كلمة ثقافة تعني صار حاذقا، وثقافة الكلام تعني حذقه وفهمه بسرعة، والثقافة تعني التمكن من العلوم والفنون والآداب. تعريف علماء الاجتماع وأشهرهم طبعا عالم الاجتماع تايلر، يقول بأن الثقافة هي ذلك الكل المركب من المعارف والعقائد والفن والأخلاق والقانون والأعراف وكل ما اكتسبه الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع. أما تعريف أكسفورد للثقافة فهي الاتجاهات والقيم السائدة في مجتمع معين، كما تعبر عنه الرموز اللغوية والأساطير والطقوس وأساليب الحياة ومؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والسياسية. وعرفها مجمع اللغة العربية هي استنارة الذهن وتهذيب الذوق وتنمية ملكتي التحليل والنقد لدى الفرد والمجتمع. تعريف اليونسكو
هي ذلك الجزء من البيئة الذي صنعه الإنسان، وهي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير وتجعل منه كائنا يتميز بالعقلانية والقدرة على النقد والالتزام الأخلاقي. والثقافة تشمل الفنون والآداب وطريقة الحياة والحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، وهي طريقة العيش في شتى نواحيه كما يقول الدكتور زكي نجيب محمود. والفرق بين إنسان يعيش ثقافته وآخر لا يعيشها كالفرق بين من يعيش حالة العشق ويكابدها وبين ما من يجيئه خبر من يجيئه يجيئه خبر العاشق وحالته. وتعريفي الشخصي باختصار للثقافة هي سلوك الإنسان وأفعاله. والجهل عكس الثقافة، والمثقف نقيضه الجاهل، والمتعلم عكسه الأمي، وكثير من الأحيان يكون المتعلم جاهل، وكلاهما أي الجاهل والمثقف يعرفان من خلال سلوكهما وأفعالهما. ثانيا تعريف المثقف. طبعا أنا حاولت أني أكثف الورقة بحيث أن تكون في الحد الأقصى نصف ساعة علشان يعني مو أكثر، لأن يعني واحد ما يحب يتكلم وايد، والحوار إذا عندكم أي شيء طبعا أنا بستفيد جدا منكم. تعريف المثقف في اللغة العربية تعني المثقف من يحب المعرفة ويتذوق الفن والأدب وغيرها من نواتج الخيال. وتعريف الرميحي للمثقف هو رجل الاختيار ورسم البدائل لشعبه وأمته. وفي رأينا أن المثقف هو الإنسان ذو الفكر المتفتح المرن الذي ينهل المعرفة من كل صوب وحدب، والقادر على تحليل مشكلات مجتمعه ومواجهتها ووضع الحلول العملية لها، والمؤثر إيجابيا في محيطه الأسري والمجتمعي. المثقف ناقد اجتماعي يحلل ويعمل على تجاوز العوائق للوصول إلى نظام اجتماعي أكثر عقلانية وأكثر إنسانية. والمثقف حصيلة تفاعل مؤسسات ثلاث، هي المؤسسة الأسرية والنظام السياسي بمؤسساته كلها الدينية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمخابراتية والعسكرية وكل شيء، والإعلامية طبعا. والمؤسسة الثالثة والمهمة هي المجتمع المدني والأهلي بمختلف مؤسساته أيضا. يقول طلال الرميضي أمين عام رابطة أدباء الكويت أن المثقف تقع عليه مسؤولية تنوير مجتمعه. وعمر موسى يقول المثقفون هم جنرالات المعركة المقبلة وقادتها ومحددو نتائجها، وبات عليهم القيام بدور محوري في معركة الدفاع عن الأمة والحضارة. ولكي نخلق المثقف لابد من توفير الجو المناسب والبيئة الصحيحة لوجوده، والتي من أهم سماتها الحرية. في التفكير المرن المتفتح المبدع لا يمكن أن ينتعش في جو الاستبداد، سواء استبداد السلطة السياسية أو الاجتماعية التي تتمثل في المعتقدات والموروث. ونؤكد على أن الثقافة لها جانبين، كمي ونوعي. الجانب الكمي في الثقافة هو المتمثل الكمي في الغث والسمين فيها، فالغث يتمثل في عدد المثقفين الذين يمارسون الثقافة التجارية الاستهلاكية، والسمين يتمثل في عدد المثقفين الذين ينتجون الثقافة الراقية. أما الجانب النوعي فنعني به فقط الثقافة المتمثلة في إنسانيتها الأصيلة، والتي تعطي الفن الإنساني الإبداعي الخالد. ومن المعروف أن العناصر البنائية للثقافة تسعة، تتمثل في اللغة، الفن، الأفعال الإنسانية، الطرائق الشعبية، العرف، القانون، النظم الاجتماعية، المعتقدات والرموز والأساطير. أما خصائص الثقافة فهي ستة: الشمولية، الاستمرارية،
التعقيد، التكامل، الانتقادية، الانتقائية والتغيير. والتغيير تحت خطين، الذي غالباً يحدث في العناصر المادية أولاً، ثم يأخذ وقتاً أطول حتى يصل إلى العناصر اللامادية. والعناصر المادية نعني بها كل ما يصنعه الإنسان، أما العناصر اللامادية فهي المتمثلة في الأفكار والقيم والمفاهيم. ومن أهم وسائل الثقافة هي الأجهزة الإعلامية المتمثلة في الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، الكتب، المجلات، السينما، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف والمسرح والموسيقى والفن، والآن طبعاً الإنترنت، يعني ما نقدر نغفله. ثالثاً، أنواع المثقفين. المثقفون أنواع، أولاً الأنبياء أمثال النبي محمد والنبي عيسى، ثانياً العلماء الفلاسفة، العلماء والفلاسفة أمثال ابن رشد، ابن سينا، الفارابي، ابن خلدون، أفلاطون، أرسطو، غاليليو، جان-جان روسو، فولتير، أديسون. ثلاثة، المثقفون الأدباء أمثال نجيب محفوظ، نزار قباني، إحسان أبو القدوس، توفيق الحكيم. أربعة، المثقفون السياسيون أمثال جمال عبد الناصر، جورج حبش، نيرسون مانديلا وغيره. المثقف هو من يترك بصماته على المجتمع كله أمثال طه حسين، محمد عبده، أمين قاسم، الذين لولاهم لما حصلت أي امرأة على العلم والتعليم في الوطن العربي كله، لأن مصر كانت يعني دولة العثمانية تحكم العالم العربي كله. كما يوجد رجل الدين المثقف كالسلفي أو الأزهري أو الكنسي أو المتصوف، وهناك المثقف الفنان، ما شاء الله عندنا هني مثقفين فنانين، سواء في الغناء أو العزف أو الرسم أو فني آخر. وهناك المثقف المهني، سواء كان الطبيب، المهندس، المحامي أو المعلم. وهناك المثقف الاقتصادي، وهناك المثقف السياسي. ولا يمكن فصل الثقافة عن أي مهنة أو أي مجال، بل العكس، كلما كان الشخص مثقفا كان أكثر إبداعا في مهنته ومجاله. أما السطحي أو من يدعي الثقافة فهو لا يمكن أن يكون إنسانا مبدعا حتى لو صقله الطغاة ولمعه الظلاميون، يبقى باهتا مظلما لا حياة فيه. ويوجد المثقف الانتهازي الذي يستغل الأحداث من أجل التحصيل المادي أو التلميع الشخصي لصورته من أجل الشهرة أو من أجل المنصب والمصلحة الشخصية وغيرها من المصالح الذاتية. ويوجد من أسميه أو أطلق عليه مثقف الريشة، الذي يميل مع كل ريح ويطير بحسب اتجاه الريح. وهناك المثقف الإيجابي الذي ينشر ثقافة التفاؤل والأمل، ونقيضه المثقف السلبي المتشائم الذي ينشر ثقافة التخاذل والخوف والتراجع. وهناك المثقف النقي، وعوامل النقاء عديدة، أهمها التربية السليمة البعيدة عن الطائفية والتطرف، اثنين القراءة، ثلاثة التحليل وأعمال العقل، أربعة نظافة القلب. وعكسه المثقف الملوث. وهناك المثقف الموضوعي الذي لا يحرف الحقائق من أجل مصلحته الشخصية أو من أجل ميوله أو مذهبه أو قبيلته، ونقيضه المثقف الذاتي الملفق والمحرف للحقائق لأغراض شخصية. هناك المثقف المبادر الشجاع، ونقيضه المتردد والجبان. هناك المثقف المتفاعل مع قضايا شعبه وأمته، وعكسه المثقف المنغلق على نفسه. يقول الكاتب أحمد فرحات: موت المثقف هو موت المجتمع. وأعتقد أن شخصيا أن معيار حياة أو موت أي مجتمع هو بما فيه من عدد المثقفين الحقيقيين. رابعا، دور المثقف العربي. دور المثقف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والدينية في كل المجالات، كلهم في مجاله، لكن عليهم أن يجتمعوا على أمور ثابتة، هي الابتعاد عن الجدل من أجل الجدل،
بل من أجل تغيير المجتمع إلى الأفضل عملياً. 2. احترام الآخر وتقبل مختلف وجهات النظر. 3. ألا يكون للمثقف صراع مع الدين، أي دين. 4. التوافق مع العروبة والاعتزاز باللغة العربية، فالمثقف لا يمكن أن يقاطع لغته أو تراثه. 5. أن يعمل على تطوير نظم التفكير وإعادة بناء المفاهيم الأساسية، فالثقافة لا يمكن أن تكون قطرية أو سلطوية، بل هي عامة. وعلى المثقف القيام بالمهمات التالية: 1. التعريف بالحقوق والواجبات للناس. 2. إدارة الأزمات التي تمر بها الأمة. 3. مقاومة الظلم أيا كان، في أي مكان وفي أي زمان. 4. تشجيع الإبداع. 5. الاعتزاز باللغة العربية والآثار والتراث والمحافظة عليها. 6. النقد والتحليل الموضوعي للأمور. 7. فضح أساليب الغزو الفكري وكيفية مواجهته. 8. القدرة على تحليل الواقع وقراءة المستقبل بدقة. 9. السعي إلى التغيير دوما، إلى التغيير دوما على المستوى الذاتي والجماعي والمؤسسي والوطني. 10. نشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام. 11. توحيد كلمة وجهود القوى الوطنية، القوى المتفتحة، العقل المبدع المتفتح عكس القوى الظلامية، وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني. وطبعا هناك كثير من الأدوار المناطة بالمثقف، لكن وجزها بهذه النقاط. هل المثقف يمكن أن يتحول إلى بوق للنظام وإلى الطغاة؟ هل المثقف يمكن، هذه طبعا نروح حق المحور الخامس وهي أسئلة مفتوحة. أنا أعطي أسئلة مفتوحة هنا فقط بدون إجابة، وعليكم أنتم التفكير فيها وإجابتها. هل المثقف يمكن أن يتحول إلى بوق للنظام؟ هل المثقف يمكن أن يكون شاعرا يمجد المستبد؟ هل المثقف يمكن أن يعظم الطائفة أو القبيلة؟ ربما قبل أكثر من 1000 عام كان الشعراء يتبارون في مديح الملوك والأمراء من أجل العطايا، ويتفاخرون بقبائلهم، وعندنا يعني ما شاء الله شعراء المتنبي وما شاء الله، فهل علينا أن نحذو حذوهم؟ وهل تغيرت تلك القيم والمسلكيات أم لا زالت؟ من هو المثقف؟ هل هو المتمرد الذي يسبح دوما عكس التيار، لكن في الوقت نفسه القادر على الغوص في أعماق الأعماق المجتمع لمعرفة مشاكله وحلوله؟ أم المثقف هو المهادن للتيار الذي يحاول ألا يصدم الجدار برأسه، لأنه يعلم أن رأسه هو الخاسر في المعركة؟ هل المثقف هو من يسكن في برجه العاجي الذي يكتب لنفسه ولا يهمه من حوله؟ أم أن المثقف هو الإنسان الذي يعرف مشاكل الناس وأحزانهم وأفراحهم ويشاركهم فيها؟ هل على المثقف أن يتفرغ لشؤونه الخاصة كالكتابة مثلا وترك الآخرين لشؤونهم؟ هل المثقف عليه الاستغراق في الأمور الفلسفية الصعبة العصية على فهم الجمهور؟ لماذا يتعرض المثقف الحقيقي في كل مكان في أقطار الوطن العربي للتهميش والإقصاء والعزلة والحصار والتشويه والظلم والسجن والتعذيب والقتل أحيانا؟ والأمثلة أمامنا كثيرة، من حسين مروة إلى فرج فودة إلى ناهض حتر وغيرهم مئات. ماذا يريد المستبد السياسي من المثقف؟ هل يريد أن يكون المثقف أداة طيعة له يوظفه بحسب رغباته ومصالحه؟ ماذا يريد المستبد باسم الدين؟ الظلاميون الذين الآن هم سيد الموقف العربي، ماذا يريدون من المثقف؟ هل يريدون أن يهلل لهم المثقف ويؤمن بمبادئهم ويسلك سلوكهم، وإلا فهو كافر بالنسبة لهم ودمه حلال عليهم؟
هل يوجد تناقض بين ما يؤمن به المثقف وبين أفعاله؟ أي هل يوجد تناقض بين الثقافة والسلوك، مع أن الثقافة من المفترض أن تترجم إلى أفعال وسلوك؟ هل المثقف هو المتشائم أم المتفائل؟ هل على المثقف الحقيقي الالتزام بالعقل والإبداع والنضال ضد الجهل والخرافة وكل أنواع الاستبداد السياسي قبل الديني؟ لأن الاستبداد السياسي هو الذي خلق الاستبداد الديني. هل المثقف المعارض يماثل المثقف الموالي للنظام؟ ما الفرق بينهما؟ وهل الشجاعة من أهم صفات المثقف؟ السؤال الأخير، هل المثقف عليه أن يكتفي بدور المتفرج أم الفاعل؟ سادسا، المعوقات التي تواجه المثقف. هناك عوامل ومعوقات ذاتية وموضوعية تواجه المثقف. من أهم المعوقات الذاتية وهي التي تتعلق بالأنا، هنا المثقف بين الأنا وبين الآخر. الآن نذكر الأنا. أولا، تغليب المصلحة الذاتية والسعي لها، هذه من أهم المعوقات التي تواجه المثقف. تغليب المصلحة الذاتية والسعي لها بأشكال عدة، مثل كسب المزيد من الأموال والعقارات والمنصب والوجاهة وممارسة النفاق الاجتماعي. اثنين، الضعف في التكوين الثقافي، مما يجعله غير قادر على التحليل الصحيح وقراءة الواقع بدقة للتنبؤ بالمستقبل. ثلاثة، وجود الترسبات المتخلفة في عمق الأنا، في عمق الذات الأنا، مما يجعلها تبرز وتظهر وقت الأزمات. لذا نرى القبلية والطائفية تتغلب على روح المواطنة في الكثير من المواقف، وخاصة عند الأزمات، وأنتوا تهيألي واضحة عندكم في البحرين خاصة. الضعف، أربعة، الضعف في التكوين النفسي، مما يدفعه إلى التخلي عن المبادئ والأخلاق في سبيل المصالح الخاصة، فتسهل عليه الرشوة ويزداد الفساد. خمسة، وأهم المعوقات الذاتية، هو تلوث القلب بأمراض كالحسد والكراهية لكل من يفوقه إبداعاً وشهرة. الآن ننتقل إلى المعوقات الموضوعية، أي الآخر بالنسبة للمثقف، وأهمها أولاً القمع والاضطهاد والاستبداد من قبل النظام السياسي. اثنين، قمع المؤسسات السياسية المتأسلمة التي تضع الدين ستاراً وشعاراً لها. ثلاثة، القمع الاجتماعي من قبل بعض المؤسسات والأفراد في المجتمع. وهذه الثلاث معوقات كلها تندرج تحت القمع. يقول الكاتب العراقي لطيف بولا: لقد عانى المثقفين عبر التاريخ من شرور الحكام الطغاة ومن الجهلاء والمتخلفين، وأول المثقفين هم الأنبياء والثوار الأحرار الذين قاوموا الظلم والظلام. إن الاستبداد والتخلف يحاولان دائما إيقاف عجلة التطور والتقدم. سابعا وأخيرا، التحديات أمام المثقفين. واحد، الإغراءات المادية، تحدي كبير أمام المثقف. الإغراءات المادية وحب الرفاهية والإغراءات السلطوية كحب المنصب أو غيره. اثنين، الشجاعة في قول الحق أمام سلطان جائر. ثلاثة، القدرة على التحليل الصائب في وقت الأزمات واتخاذ الفعل الصائب. أربعة، القدرة على الحفاظ على الذات النقية بلا تلوث، لأن القدرة على المحافظة على الذات تعطي المثقف القوة لمواجهة السلطة وجبروتها، ومواجهة الرجعيين والمتخلفين وظلمهم وظلامهم. خمسة، المثقف وقدرته على مواجهة سياسة العصا والجزرة التي يتبعها أي نظام سياسي مستبد. ستة،
القدرة على التخلص من شرنقة المذهبية والطائفية والقبلية التي كثيراً ما تكون مغروسة منذ الصغر في التربية، وتحتاج إلى وعي عال جداً للتخلص منها، لأنه عند الأزمات تخرج الرواسب والعفن والصدأ المتكلس في داخل الإنسان إلى الخارج. سألني صديق وهو غير موجود بينكم، هل يمكن للإنسان التخلص بسهولة مما تربى عليه؟ فأجبته باقتضاب وبلا تردد ولا تفكير: نعم بالطبع، لكن يتطلب وعيا كبيرا لا يتأتى إلا بالقراءة والاطلاع. وبعد فترة تمعنت في هذا السؤال من جديد، واكتشفت صعوبة الإجابة عليه وصعوبة تحقيقه. الواقع يقول لنا أن كثيراً من المثقفين الذين حفظوا كتب الفكر والفلسفة مثل الاشتراكية والماركسية والوجودية وغيرها، نرى أثناء الأزمات يختفي التنظير ويظهر السلوك الحقيقي المر، وعلى أثره يظهر الاصطفاف الطائفي أو القبلي أو الديني. وهذا للأسف ما حدث مع الكثير من المثقفين في العراق وسوريا واليمن والبحرين. فالصراع داخل النفس كبير جدا، والإنسان أكثر الكائنات تعقيدا، والتأثير للتربية حتما كبير ولا يمكن التخلص منه بسهولة. عندما أرى طفلة لا تتجاوز 7 أو 8 من العمر محجبة على الطريقة السنية أو الشيعية وأحيانا منقبة، أقول في نفسي: ليس من السهل أن تتخلص من ذلك الإرث. وطبعا هذا حال الفتى الذي تتم تربيته على أساس أنه الكامل دوما وأخته الناقصة. التربية وما أدراك ما التربية. فمثلا بعض الأسر الشيعية تأخذ الطفل منذ الأشهر الأولى من عمره إلى أجواء المآتم واللطم والبكائيات ليترسخ في ذهن ذلك الطفل تبعيته إلى آل البيت، وليكبر وتكبر معه التبعية للآمر الناهي الولي الفقيه الذي طبقها وعممها الخميني. وبالمقابل أيضا توجد بعض الأسر السنية التي تدخل أطفالها منذ نعومة أظفارهم في الجمعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والرياضية التابعة لتنظيم سياسي متأسلم كالجمعيات السلفية وجمعيات أخوان المسلمين، لينغرس في عقل الطفل وقلبه وذهنه اتباع إرشادات شخصا باعتباره المرشد أو الأمير الذي لا جدال لرأيه ولا عصيان لأمره لكونه ممثل الله وخليفته على الأرض، مع أن الدين الإسلامي لا كهنوت فيه. وهذا الخلط بين السياسي والديني، أي بين البراغماتي والروحي، فيه الكثير من الظلم بحق الجانب الروحي، لأنه يشوه الدين ويجعله يغوص في أوحال السياسة. فالعلماء هم علماء العلم لا غير، أما رجال الدين المتمكنين والمتمرسين من الدين فهم الفقهاء وليسوا علماء. ختاما نختم ورقتنا هذه بالتأكيد على أنه من الممكن أن يفصل المثقف بين الذات والآخر، بحيث يعطي لذاته حقها وما يريد، وفي الوقت نفسه يعطي الآخر حقه، أيا كان هذا الآخر: بيته، زوجته، أطفاله، مجتمعه، وطنه، بشرط ألا يلوث نفسه بأوحال التمصلح الذاتي على حساب الآخرين، وبالطبع ليس على حساب المبادئ والقيم الإنسانية التي يؤمن بها كل مثقف أصيل. وختاما كل الشكر لكم ولحضوركم وصبركم وطول بالكم. شكرا جزيلا.